صراحة الخصومات هذه كتير ظالمة بحق الموظفين غزة، يعني خصومات 30% ما يقارن ثلث الراتب تقريبا، أدى هذا لكتير يعني أشياء ما قدرنا نجيبها نلبيها، يعني خصوصا أنه إحنا عندنا أطفال بيروحوا المدارس، يعني كتير أثرت في حياتنا بصراحة. والله يا شيخ الوضع المأساوي اللي بنعيش فيه صعب جدا للغاية، يعني إحنا أصول أي مناكفات سياسية بين سواء الإخوة في فتح وإخوة في حماس ما يدفعش ثمنها الموظف، يعني مع الناس ذنبه انه الوضع اللي بنعيش فيه في غزه صعب جدا للغايه، يعني مصاريفنا وبيوتنا بالاجار والوضع صعب للغايه، يعني هاي اللي بنقوله بخصوص الخصومات هاي. بعتقد انا رايي وجهه نظري الشخصيه انه خطوه منيحه مش سيئه، لانه لازم ان ما كبرت ما بتصغر، يعني لازم ينحل الموضوع. اما هيك احنا لنا 11 سنه لا حدا عارف مين الحكومة الحقيقية ولا حدا عارف مين معنش، هذا بقول أنا شرعي وهذا أنا شرعي وهذا أنا كذا وهذا أنا كذا، في النهاية لا، ينحل الموضوع من جذوره وتنتهي المشكلة وكل الشعب يعيش سواسية، يا بنعيش كرامة تمام 100% يا ما خلص ينتهي الموضوع، يعني يا ما بنعيش زي بعض يا ما حدش يعيش. أكثر شعب عانى وقدم والتضحيات ومنه الشهداء ومنه الأسرى ومنه الجرحى، هذه هي يعني في الآخر نتيجة أهل غزة بالذات، يعني القصة محصورة بس عنا. معلش هو يعني بتقدر تقول يمكن الغلط بأنه مسمى رواتب الموظفين، هي في الأصل رواتب المناضلين، لأنه الشعب هذا في الأصل شعب مناضل وبناء عليه إحنا بناخذ رواتب، بس هذا هي. موظفين السلطة الوطنية في قطاع غزة يعني بنعيش وضع سيء جدا 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 في ظل هالمجزرة تحت الرواتب اللي بنعيشها يوميا، يعني هاي على مدار شهرين أنا شخصيا بروح على البنك، الشهر الماضي كان الراتب زيرو صفر زيرو، الشهر هذا كان عندي ماينس 1350 شيكل، ليش ما بعرفش ليش. والنقطة الرئيسية كمان هون أنه يعني السلطة بتخصم علينا من الراتب الرئيسي، وفي نفس الشيء البنوك تتقاضى اللي هو القروض بشكل 100%، والشهر هذا السلطة خصمت علينا 130% قروض، فهذا لا 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 في شرع ولا في قانون ولا في قانون عرفي ولا دولي. أنا بطالب حل هذه المشكلة، موظفين غزة ناس شرفاء ناس وطنيين، لا بحقش لحد إنه يبهدلهم بالطريقة هذه. إحنا مش لن نسمح لأحد إنه يدخلنا في صراعات سياسية، إحنا عندنا أطفال وعندنا نساء وعندنا بيوت وعندنا أولاد في الجامعات بدنا نصرف عليهم. الحكومة لازم تنظر لنا بعين الإنصاف على الأقل، لأنه إحنا موظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، واجبنا عليهم إنه نقاضي راتبنا كامل. أما إنه إحنا نأخذ حسب ما يقال بين قوسين دعاية إنه إحنا بنأخذ 70%، أنا كموظف مدني ما بأخذش 70%، أنا اللي بأخذه أقل من 70% بكتير. أنا راتبي يفترض إنه 3500 شيكل، اللي بأخذه حاليا الراتب الأساسي 2000 شيكل، أكثر من خصم 30%. والحق هذا الكلام كله، عندك قروض، أنا عندي قرض تأمين ومعاشات، فما بصفي راتبي أنا اللي أخذتهم من البنك اليوم بس 300 شيكل، 300 شيكل بدهم عايشيني، هدول 300 شيكل اللي أخذتهم لآخر الشهر، غيرهم ما فيش، بدي أجيب فيهم حليب أطفال ولا بدي أجيب فيهم أدوية ولا بدي أسد فيهم أجار الدار، فمشكلة هاي. فمطالباتنا أنه على الأقل ينظروا لنا مش بعين الرحمة، هذا واجب عليهم على الأقل يقدموا واجباتهم تجاه المواطنين.